السلام عليكم مشاهدينا ومتتبعي قناة احترف العود، أهلا وسهلا بكم في هذا الشرح الجديد. إن شاء الله سوف نتطرق إلى الريشة لأنها تعتبر نصف أو أكثر من نصف العزف لدى العازفين على آلة العود، فهي مهمة جدا وتقنيتها جميلة وتحتاج إلى تمارين قوية لكي تكون مكتسبة عند العازف. إذن ما سنشرحه في هذا الدرس هو الريشة إن شاء الله. مشاهدين الكرام، أطلب منكم أن تشتركوا في القناة طبعا فضلا وليس أمرا، وتفعيل الجرس لكي يصلكم كل جديد نقوم بتنزيله على هذه القناة، وللتواصل معنا أنا تركت لكم المعلومات أسفل الفيديو. كما يمكنكم مساعدتنا ودعمنا عن طريق البايبال، وألف شكر مسبقا إخوان الكرام. أول شيء مشاهدين الكرام، سوف نقترح عليكم بعض الأعواد الجميلة والراقية التي فيها صوت وصناعة جميلة جدا، ونقترح عليكم أيضا بعض الآلات الموسيقية. لمن كان يريد الاستفسار على أي شيء فليتواصل معنا، وألف مرحبا بالجميع. وأول عود سنقترح عليكم هو هذا العود الجميل، صناعة تركية احترافية، راقي يعني جميل المظهر وجميل حتى في الصوت والتقنيات، يعني مفاتيح جميلة، مسطرة رائعة دقيقة جدا، يعني ليس فيها أخطاء أو يعني نشاز أو مشكل، يعني ظهر جميل وفيه مكان استخراج الصوت طبعا. الآن سنقوم بتجربة هذا العود. إذن لمن أراد الاستفسار عن هذا العود وجميع التفاصيل فليتواصل معنا طبعا. هذا عود تركي، وهذا عود مغربي جميل أيضا ورخيم وصناعة دقيقة وممتازة أيضا، ويختلف فقط الصوت والشجن و يعني الصدى الذي يصدره العود. إذن هذا العود أيضا كما قلت يعني شكل جميل، يعني مفاتيح جميلة، مسطرة أيضا يعني ممتازة. إذا نقوم بتجربة هذا العود إن شاء الله. وهذا العود مشاهدينا الكرام للإشارة تم بيعه لأحد الأصدقاء في السعودية. إذا نقوم بمعاينة هذا العود إن شاء الله. Thank you.
إذن هذا العود أيضا جميل، ولمن أراد الاستفسار أو الحصول على مثل هذا العود فهو متوفر طبعا، فقط يمكنكم التواصل إن شاء الله. ولدينا هذا العود الكهربائي مشاهدينا الكرام لعشاق الأعواد الكهربائية، يعني سلس في العزف وأقوى من ناحية الصوت ومن ناحية إذا أراد الإنسان أن يضيف له بعض المؤثرات الصوتية طبعا. يعني عود جميل، صوت قوي ورائع، نكتشف الصوت. وسنستخدم إن شاء الله اللاسلكي، هذا اللاسلكي من أروع الأشياء طبعا، يقوم بتسهيل استخراج الصوت على جميع الآلات الموسيقية، على آلات الكمان، آلات الأعواد طبعا، يعني جميع الآلات الجيتار، يعني جميع الآلات الموسيقية. فهو جميل ويتحمل يعني مدة شحن تكون طويلة، ربما 3 ساعات أو أكثر. إذا سنقوم باستخدامه طبعا. هذا سيكون في الآلة الموسيقية ونقوم باستخدامه، فيه زر وفيه مكان استخراج الصوت من المايك، يعني إذا قمت باستخدام المايك من هنا راح سيخرج الصوت من المايك، يعني الميكروفون، وهذا يعني زيادة الصوت طبعا. هذا سيكون في الآلة طبعا، وسنقوم بوضع هذا في مكبر صوت. إذن هذا هو العود. إذن كل من يحتاج الاستفسار فليتواصل معنا. وهناك آلة موسيقية من آلة قانون ومن آلات الناي والكولة طبعا، وفي آلات أخرى متنوعة، فقط الاستفسار ونعطيكم كل المعلومات إن شاء الله. إذن حتى لا نطيل عليكم مشاهدينا الكرام، دعونا نشرح درس الرشا على آلة العود. إذن مشاهدينا الكرام، يجب عليكم التركيز لكي نستخرج جمالية العزف بالرشا الثلاثية على الأوتار. أوكي؟ يجب التركيز وفهم الموضوع بشكل ممتاز حتى يكون يعني واضح جدا ويطبقه المتعلم بشكل سهل عليه إن شاء الله. إذا سنختار تمرين على مقام الكورد من درجة ري، وسنطبق عليه الرشا الثلاثية أو ما يسمى بالتريولي أو الثلاثية أو الثرتي، يعني الرشا جميلة. ويجب أن نكون نفرق ما بين الرشا الثلاثية وما بين الفرداش. هناك تقريبا من يخطئ في استخدام الرشا الثلاثية طبعا، وطبعا ليست سهلة، وإن شاء الله راح تكون واضحة من خلال هذا الدرس، وسيطبقها الكثير، وهي جميلة جدا لكي يكتسبها العازف على آلة العود. إذا مشاهدينا الكرام، الرشا الثلاثية، إذا سمعنا الثلاثية سنقول 3 علامات مثلا أو 3 ضربات، يعني هناك رقم 3. أوكي؟ ممتاز. إذا فهمنا الأمر بهذا الشكل فهو ممتاز. 3 يعني 3 ضربات أو 3 نغمات أو يعني أي شيء فيه رقم 3. طريقة عزف الثلاثي أو الثرتي أو التريولي، يعني نعزف صد رد صد، يعني صد رد صد، هذا تريولي. إذن هو سهل كما أريتكم الآن، لكن في التطبيق الذي هو يكون صعب، وكيف يمكنني أن أتعامل معه باحتراف. أوكي؟ ركزوا معي مشاهدين الكرام. إذن عزفت أنا صد رد صد، أوكي؟
وإذا أردت أن أضيف مثلا نغمة أخرى، الآن عزفت ري، عزفت ري في الجواب، نعزف دو سي بيمول لا سول فا مي بيمول ري. يعني أنا عزفت ببطء، إذن التمرين للمبتدئين يكون بهذا الشكل. لكن بالنسبة لمن يفهم الأمور ولديه مستوى متوسط في العزف، التريولي لا يأتي بصد ورد يعني بهذا البطء، يأتي بهذا الشكل تررن تررن تيفيتا، يعني بهذه السرعة، ليس تررن تررن تررن. أوكي، إذا سنعزف مثلا تريولي، سنعزف في كل ثانية نعزف تريولي تررن 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 تررن. أوكي، وحاولوا أن تفهموا هذا الأمر. يعني بهذا الشكل أنا عزفته، ليس بسرعة قوية ولكن ليس ببطء شديد، لكن أعطيت يعني ثلاث نغمات التي هي التريولي، وأعطيت توقف للصوت، يعني أعطيت علامة صمت في ما بين التريولي الأول والثاني. هذا ما يوضح لي التريولي. إذا عزفت يعني مثلا ربما أسقط في فخ الفرداش ولا يكون ظاهر لي هذا التريولي في بعض الزخرفات في الجمل الموسيقية. إذن نتعامل معه بكل سهولة. أوكي، بهذا الشكل أنا عزفت فقط على مسري. إذن هذا هو التريولي. إذن سنعزف مثلا كتمرين بسيط وسريع، نعزف ري ونعزف السلم بالرجوع مقام الكورد، نعزف ري 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 دو سي بيمول لا سول فا مي بيمول ري، يعني بهذا الشكل، تمرين بسيط جدا. إذن التمرين الأصعب نوعا ما عندما نعزف بعض التقاسيم أو بعض الأشياء في هذا الدرس إن شاء الله. أوكي، سنعزف مثلا تقاسيم أو بعض الجمل الموسيقية. إذا قلت تقاسيم أو ارتجال، سنعزف جمل عزفت ري مي فا سول لا سول فا مي ري دو ري، يعني بهذا الشكل عزفت فقط نغمات عادية وبسيطة جدا. إذن سنعزف، عزفت الآن تريولي ري ري، عزفت ري 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 مي 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 فا 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 سول سول سول، ممتاز. إذا عزفت بهذه الطريقة فأنا في طريق صحيح لعزف التريولي. ممتاز جدا. أوكي، هذا تمرين أيضا جميل. إذا استخرجت نفس الصوت ونفس الحركات سيكون من الممتاز والرائع جدا. ممتاز، إلى حد الآن الأمور واضحة. لكن عندما نضع التريولي في تقسيم كزخرفة مثلا، عندما نقوم بتقسيم، لاحظتم الكثير من التريولي، لكن ليس كثير، ليس يعني وضعته على جميع النوتات، فقط ارتكزت على بعض النوتات، استخرجت منها التريولي بشكل صحيح، وأعطتني زخرفة وجمالية في العزف. أوكي، مثلا عزفت ري مي فا سول لا سي دو ري ري ري، هذا التريولي. أعيد، سي بيمول وضعت فيها التريولي،
اوكي مفهوم، يعني انا اوزع التريولي في اماكن متعدده. يعني الفرق ما بين التريولي والفرداش واضح، مثلا إذن هذا فرداش. حاول أخي الكريم أن تطبق هذه الأمور وطبقها في كل يوم وفي كل مرة تأخذ العود، وركز لكي تحصل على التريولي صحيح وجمالية العزف من خلال هذا التريولي. هناك الكثير من المعلومات بخصوص الريشة، هذا فقط جزء بسيط تطرقنا إليه من خلال هذا الدرس. ولا تنسوا الاشتراك، ولا تنسوا تفعيل جرس التنبيهات لكي يصلكم الإشعار عندما ننزل درس، وادعمونا على الباي بال لمن أراد، لمن استطاع طبعا. وشكرا لكم وإلى اللقاء.